وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. الكل تحت اجري انا الباشا. انا شاركي يعني بدي اياكي. العوافي يا باشا، العوافي يا باشا. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الاحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. جرح الغدر ما بيطيب وبيقسي الأحساس، والأقسى جرح الحبيب وغدر أقرب ناس. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضي الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى ويمكن يشتاق، يمكن رح من خوفه يقسى ويفضي الفراق. يمكن بكرة يمحي امبارح ويصح الأحلام، واللي كان امبارح جارح تجرحه الأيام. يمكن بكرة يمحي امبارح ويصح الأحلام، واللي كان امبارح جارح تجرحه الأيام. يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب حبك ينسى ويمكن يشتاق أو يمكن يشتاق. عجبك شفت اللي صار اليوم؟ ايه شفت. والعباس افندي شبكته واخدته ناسك وقع بهبالة. يصطفلوا يا باشا، تعمل اللي بدي اياه. ايه والله تعمل اللي بدي اياه. المهم بالنسبة لي انه انت عندي اياكي بالدنيا كلها يا قمر. شو بكي متضايقة من شي؟ ما في شي. لا يكون متضايقة من جيته لهذا الواطي. وينك؟ من هلا ورايح كل يوم بدي احط كم رجال برا بس يشوفوه يكسروا رجله يقلعوه يزتوه بعيد. بدك يعني ارقص انتصار؟ وليش بدك ترقصي يا مضروبه؟ هيك جايه عبالي ممنوع يعني؟ لا مش ممنوع. يلا انضربي رقصي روحي. Thank you.
سألي بدك ترقصي يا مضروبة ارقصي. شوفي شوفي لك انت كيف تخليها ترقص؟ ما عرفتيها مريضة تعبانة. هي المضروبة بدها ترقص وبعملها باللقلقة يعني. طيب شو بها مريضة؟ لا حبلي. يعطيك العافية بيي. الله يعافيك. ما شاء الله ما شاء الله. شو هالحلا كله هيدا يا بيي؟ إذا كنت رايحة لعندي على المخبر هيني أنا شيت. لا صراحة لا، عبالي أطلع شوي أتمشى بالضيعة أتعرف عليها. لوحدي؟ إنه إيه؟ لا بيي حبيبتي لا، بعدنا جديد بالضيعة وما بنعرف حدا. هلأ ببعت معك عسكري ومحل ما بدك روحي. إنه شو له لزوم العسكري هلأ بيي؟ لا يقولوا ها إجا رئيس المخفر وخايف على بنته منا. الله يرحم روحها أمي، مثل أمك قوي حياتي ما كنت بقدر لها. الله يرحمها ويخلي لي إياك يا حياتي. حبيبتي يا بي مطرح ما بدك روحي، بس ما تبعد كتير. خلص وعد. الله معك. بخاطرك. شو حلو يا الضيعة. خير؟ كشي؟ لا بس انقذت من الصوت. بعتذر أنا اللي قوست، كنت عم بتصيد وما انتبهت إنه في حدا. اتنى مرة انتبه وين تقوس، بركي في عالم. ياس بتقوس بلا وعي. لعما وين صرت أنا؟ انت ليه لحقني؟ أبدا أنا طريقي من هون. اتفضل كفي طريقك. كأنك مضايعة؟ لا كفي طريقك. طيب طولي بالك، انت مش من المنطقة ما هيك؟ أول مرة بشوفك. ايه أنا نقلة جديد. والله؟ نقلة جديد على ضايعة الوادي؟ طيب إذا مضايعة طريقك الحقيني أنا نازل على الوادي. فكرة أنا اسمي وحيد. ها صلنا على الضيعة، بتعرف تروح على البيت من هون؟ شكلك جديد جديدة على الضيعة. طيب بتعرفي اسم شي حد كون أو اسم حدا من الجيران أو أي شي؟ ساكنين ببيت رئيس المخفر. أيوة أنت بنت رئيس المخفر الجديد. ما تعتلي هم، بعرف وين البيت. أصلاً كل رئيس مخفر بيجي بيسكن فيه لهذا البيت. قطعت عليهم بالبيت قريب. يلا وهيدا البيت. تاني مرة ما تبقى تظهري لحالك، بعدك جديدة على الضيعة وفي قطاعين طرق كتير. لا عم بمزح، الضيعة آمنة ما تخافي. كلك ذوق، عذبتك معي. ولو عشو نورت الضيعة. مين؟ بيي أنا سامية. الحمد لله على السلامة سامية. بيي ليه تأخرت هالقد؟ لا ما تأخرت، بس الضيعة كتير حلوة. هاي يلا منيح اللي عجبتك، فوت يا حبيبتي فوت. تذكر أول مرة شفتك فيها؟ الله صراحة تضل معي كل العمر. نسيت قلك شي. قولي. اليوم تعرفت على أستاذ المدرسة وقبل إنه بلش داوم معه وساعده بالتدريس.
والله هاي خبرية حلوة. ايه انبسطت كتير. يعني بدك تصير استاذة مدرسة بتشوفي حالك علينا. ايه حقي، انا اصلا بنته لرئيس المخفر واستاذة مدرسة، انت بس ابنه للباشا. هيك يعني؟ ايه. طب بدي اقلك شغلة بس حطيها حلقة بينتك. شو؟ بحبك بحبك سامية. قولي يلا يا بنت. وأنا بحبك. سمحيني سامية. سامحيني حياتي، انت سامحيني. ما بعرف شو صار لي، انا بعمري ما كنت هيك ولا بحياتي تصرفت بهالطريقة. انت بتعرفيني سامي، انا بحبك. مش بس بحبك، انا بحياتي ما تخيلت اني معقول احب حدا قد ما بحبك. وعدك ما بقى عيدها، بوديك ما بقى مد ايدي عليك، بوديك حتى ما بقى على صوت عليك. بس سمحيني سمحيني. تعي شو القصة؟ احكي احكي احكي. قصة شو يا باشا؟ قصة هاي البنت سالي وأشوكة قالت إنها حبلي أنت طلعتي فيني، شو قصدك؟ احكي من مين حبلي؟ روق يا باشا روق، هلا بخبرك. لك احكي يا باشا. بتتذكر هيديك الليلة بس صار مشكل وبيت أنت وسالي لحالك هون؟ ايه يا باشا. وصار اللي صار، من بعد البنت ما حدا نقرب علي يا باشا. شو قصدك ولي؟ يعني حامل مني؟ هيك لكن يا اسماعيل، هيك يا اسماعيل، على أساس أنت بتحبله وما بدك حدا غيري؟ شو القصة؟ سالي؟ سالي يا اسماعيل؟ كذابة! أنا بورجيها، أنا اللي بدي ربيها. وليش لحتى تكذب؟ البنت حبلي يا اسماعيل، وانت صار عم بتقول ما حدا قرب علي غيرك، شو يعني؟ تزار معك من هون لبكره، يا بتنزل الولد يا اقسم بالله بتبعها بشقة اثنين. كنت تلعبوا علي، نسيتوا انه انا الباشا. اطلع اولاد اطلع. شو عملت انت؟ شو خبصتي يا لعليها؟ شو عملتي؟ انا ما عملت شيء. ما عملتي شيء؟ والله كيف ما عملتي شيء؟ البنت اللي طلعت من بين ايدينا. يلا خلصيني انت وياها. يلا مالك حبيبة مالك. شو ست سالي؟ ما بقى فيك تمشي لحالك، صار بدك مني سنديك؟ انت صار طولي بالك عليا ولو؟ طيب طيب لح طول بالي عليا، بس بكرة إلي حكي تاني. بكرة الله بيفرجها. يلا خلصوني تقفل المحل. يلا يلا. لازم تنساها يا وحيد. اي والله لازم تنساها، هيدي مش إلك، منا إلك. وينو العربجي؟
مش مبين. خلص انت صار منروح مشي. ايه منروح مشي، بلكي بيطلع لي شي قطاع طرق بيخطفوني روحي بس ترتاح منكن. مشو ناسا حجي شغلي بالك بقى، هلا بكون عند وحيد وسهران بشي محل. ما هي المصيبة يكون عم يمشي ممشى وحيد. والله هلا انت خايف علي من وحيد يعني؟ كان لازم نضل هونيك وننطره. لك بركي ما رجع على الصبح. واذا كان كنت شفته. استغفر الله استغفر. هيدا اسماعيل، يلا يلا فوتي لجوا. ليش بدي فوت لجوا؟ ليش لك عم بقول لك فوتي لجوا؟ ما بدي مشاكل بهالليل. يلا الله يريحني منك ومن اسماعيل. شو خي؟ بيك شي؟ صاير شي؟ روح من خلقتي، ماني طايق حالي. طيب طيب بس هو شي الصراحة هي كل يوم والتاني بيطلع لك واحد بيقول لك هذا ابنك. شو ما في غيري بالعالم؟ لعمة اعطيني راسك. وهي بوسة راسك. زين عم ترد علي؟ عم ترد علي؟ عم ترد علي؟ عم ترد علي؟ عم ترد؟ يا حيوان سعيد يا خلاص كفي همونك. خلاص وين كنت يا كلب؟ تركوا يا باشا. يا كلب يا حقيقة يا شو تدري يا باشا؟ خلص يا كلب والله العظيم بحرمك. بهي وبيعمل فيي هيك؟ قضيت كل حياتي هيك عم بنضرب. ليش؟ ليش؟ لأني ابن حرام؟ لو كنت ابني كنت قتلتك من زمان. لا لا مش لازم في هيك، مش لازم. خلص يعني؟ ايه صابر ناطرني بالمحل، رح اروح لاقيه لهونيك ونفل. شوكت اللي عم بعمله انا صح ما هيك؟ انت بتحبي لصابر؟ ايه بحبه. طيب خلص ما تترددي، روحوا عيشوا حياتكم بس ما تفكروا ترجعوا لهون ابدا. انبسطوا بحياتكم، حبوا بعض، اهم شيء انك تنسي شو كنت تشتغلي، والاهم ينسى هو. Thank you.
صابر صابر صابر، أنا أميرة. معقولة ما إجا؟ صابر رح أنطر شوي. يا رب يجي. ما إلي عيشي هون أصلاً. أي متى كنت عيش هون؟ طول عمري بالزريبة مع الخيل. صابر رجعت يا ابني؟ أنا مني ابنك. لك أنت ابني ورح تبقى ابني عطول. فوت تقبني لعملك لقمة أكل، بتكون جوعان. ما بدي أكل. روق. طيب روق. شو هيدا اللي معك؟ أنا بدي فل. لوين؟ بدي فل وما بقى رح أرجع لهون. هيك؟ بدك تروح وتتركني؟ بدي فل وأترك كل شي. صابر صابر ضلك طرق سيلة كل العمر حبك حبك يا عندسة. والله بحبك والله بحبك. هيدا صابر شكله مش جاي. هيدا متل خيو وحيد. ايه بلا متل خيو وحيد، بس الحق علي انا.
صابر؟ كتير خفت، فكرتك ما رح تجي. وأنا كمان خفت، قصدي خفت عليك. طيب وين كنت؟ ليش تأخرت؟ ماشي، رحت مشوار صغير. في شي صابر؟ لا رحت شوي على بيت الباشا. وليش لا تروح يعني على بيت الباشا؟ كنت بدي جيب غرض وبدي شوف أمي، قصدي نزهة، وبعدين رجعت على طول شي تركت لهون. طيب ليك صابر، انت بتحبني ما هيك؟ ايه بحبك. وبدك تتجوزني؟ بس صابر شو رأيك نبقى هون لحتى يطلع الضو؟ لأنه كتير خفت أنا وجاي على الطريق. ايه نبقى هون. أكيد أنت جوعان، رح أقوم جيب لك شوية أكل. صباح الخير. الله لا يصبح فيكي ولا عظمه. ليش هيك عم تحكي معي انتصار؟ وبعدك عم تسألي ليش ولي؟ شو انا اللي قلت له للباشا يقرب علي يعني؟ اسكتي اسكتي، اوعى بقى تحكي هالكلام، اوعى، مفهوم؟ اصلا انا رايحه اجيب الدايه. شو مفكره هيك؟ خلي الباشا يقتلك هون قدامي؟ لا والله، انا ما بحمل ذنب حدا. شو القصة؟ رايحة تجيب الداية. شوكت ما بدها ننزل الولد، بخاف يصير له شيء. والله بخاف. الله يخليك. لك انت شو؟ انت شو عملتي يا مجنونة؟ لك ليش بدك تاخذي المصريات؟ اخذتهم وخلص. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك نحن بعد هالعمر بدنا نسرق. ليكي اطلعي هلا جيبيهم. لك اطلعي، بدنا نردهم للزلمه. خلص بطلوا معي، اعطيتهم. لك لمين اعطيتيهم؟ ما تواخذيني حمار، ما انتبهت. ما تقول عن حالك هيك. شو قولك؟ تكونوا حسوا علينا انه هربنا؟ ما بعرف، انا يمكن ما حسوا علي. عادي، على اساس انا كثير رح يحسوا علي. يلا يلا. صابر؟ ايه صابر، ابننا راح. خلص يا عبد الله، ابننا راح.
كيف طالع؟ منيح منيح معلم، منيح منيح. بس يا حمار انت وياه، قصدي عريس معلم. ايه معلم، عريس عريس. معلم، ما قلت لنا لوين رايح؟ قلت لك مشوار خاص. فهمنا مشوار خاص، بس لوين؟ شو دخلك انت وياه وليه؟ ما بتترك المحل الا ما ارجع، مفهوم؟ مفهوم معلم. دعولي. الله معك معلم. شو؟ شو شو؟ رح تبقى هون؟ هيك المعلم قالنا. قالنا ما بتتزحزحوا من هون. وأنا بسمع كلام المعلم. أبدك تعرف وين راح؟ بدفع نص عمري تعرف وين راح. مسكنون عندي وعم بيسرقوني. بسيطة يا أولادين الكلب. شو؟ قالت لك وين المصاري؟ احكي! خيي، هود المصريات اعتبرهم دين، وأنا اللي حرجع لك يوم. معناتها في قصة كبيرة. ولك أي قصة؟ حقك على راسي، هودي مصرياتك واللي بدك إياه أنا جاهز. لا لا، هيك قصة ما بتمرق بلوشي. اسمع عبد الله، بالوقت الحاضر في مليون شغلة بدماغي أكبر من حركاتكم، بس أخلص منهم راح أتفضلك أنت وهي اللي اسمها مرتك الواطية. عم تفهم؟ كتير بتلبق لك البدلة عباس، كتير. بتعرف صايرة عم تعلق فيك كتير. ما بعرف شو عم بحس، بس مبسوطة. وانت شو بك عباس؟ متضايق مني بشي؟ او معصب من الباشا اللي عمله امبارح، ما هيك؟ الباشا؟ اخر همي. لكن شو بك؟ ليش مش على بعضك؟ لا ما في شي، بس هيك أفكر ببنتي سامية. قصدك لأنه جيت شفتني هون؟ لا لا لا، ما خص. جوزة أمين. شو بيه؟ مثل بيو، فولي وانقسمت نصين. لا وأضرب. اف، لهالدرجة؟ ايه. أمين، صباح الخير حياتي. شو كيفك اليوم؟ أحسن؟ أنا وعيد بكير قلت اللي بعمل قهوة بشرب أنا وياكي. بعدك زعلانة؟ بعرف إلك حق، كرمال هيك عملت لك قهوة. ما عبالي. اليوم رح تتغير حياتك يا ندى. شو؟ لوين ظاهرة؟ ظاهرة غير حياتي وحياتكم أمي. أوف، هيك فرد مرة؟ ارجعي لجوزك قبل بعدين فكري فينا. ليه؟ مين قال لك إنه ما رح أرجع له؟ قصدي إنه هو بده يرجعني. ليه؟ صار شي؟ لا، بس رح يصير. لندى؟ شو رح تعملي؟ بعدين بعدين أمي بتعرفي. بالإذن. نسيت ريش عطر ولكريتني أضرب شو جعش.
انتصار. شو عم بيعمل؟ شو بعرفني؟ يمكن ناطر حدا. يخرب بيت القرف. انتصار عمالك عمالك. ولو ولو يا أديب، ما حل لك غير نلتقي هون بالجرد. ها؟ شو كنا التقينا عندي بالمحل. ايه بس ما انت قلتي لي بس نلتقى منلتقى هون بالجرد. ايه نسيت، بس والله لكت يا أديب. مرة تاني رح احملك من الضيعة لهون. سلامة قلبك. هيدي الوردة جيبها لإلي. ايه هيدي لهون. كتبت لي شعر. ايه ضليتني سهران لوجه الصبح انا وعم بكتب لك. كل الليل. ايه مش مصدقتيني؟ اسألي هالشحيش اللي عندي. مش هيك يا شحيش؟ مزبوط معلم. ولو يا عزيب، جايب مرافقة معك على موعدك الغرامي مع انتصار. لا انا بدي اجيب مرافقة. ولو يا انتصار. وليه؟ يلا على القهوة وليه سباوني على القهوة. تضرب انت ورتك. هلا بدبركم بس اوصل على القهوة. انا بدبركم. والله بدك هيب، طلعت فحل كمان. ايه فحل. شو عباس؟ رح تجي الليلة ما هيك؟ رح يجي اسماعيل الزفت. عباس شو بدك فيه؟ نسيه ولا؟ ما انت اكبر من هيك بكتير. ايه يعني رح تجي. ايه شوفك الليل. اوعد تأخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العوافي صالح. أهلا وسهلا. كيفك؟ منيح؟ الحمد لله بنشكر الله. والله ببين عليك مش منيح. الله يعينك. يلي قطعت فيه كتير، والله كتير. شو بدنا نعمل؟ يلي بيجي من الله يا محلي. أنت زلم منيح وبتستاهل كل خير. تسلمي تسلمي. وبتستاهل حدا يهتم فيك كمان. خير جايبة معك لبساط بشي؟ لا بس أمي قالت إذا في منه غير لون بيكون أحسن. تكرم عينك، خليني فرجيك شو عندي ألوان لك أنا. تكرم عينك، أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. تأخرت البنت الحرام ندى، إذا ما أجيت أنا بدي أروح لعندها. نزهة! اسماعيل بدي قول للحراميه نزهه تعمل لي قهوه. نزهه فلت. لوين فلت؟ رحت تفتش على صابر. ليه صابر ضايع؟ ان شاء الله هي بتضيع وراه، وتاني مره ممنوع حدا يطلع من البيت الا بامري، عم تفهم؟ مفهوم. موضوع المصاري بنحكي فيه بعدين، انت سوي لي قهوه. طيب. غليها مليح. عمي وينه صابر؟ وينه؟ صابر؟ ما شفته من امبارح الصبح. ليش ما رجع لعندك بالليل؟ لا فكرته راح لعندكم على البيت. يا دلي انا ما بدي اكون راح على الصبح، لك ما بدي اكون نايم. طولي بالك مرت عمي، بكون راح عند صالح. الله ياخذ اللي كان السبب، لك الله ياخذ اللي كان السبب. طولي بالك يلا هلا بروح فتش عليه انا. بدي اروح معك الله يخليك. ماشي يلا. يلا يلا.
أهلا ندى. أهلين. كيفك يا عمي؟ زمان ما شفناك. كنت مشغولة. سمعت. طمنيني عنك، بعد ما تقدم لك حدا؟ ما حدا عم يعجبني. والله؟ أف، ما عم يعجبك حدا من ولاد الضيعة؟ مش كلهم، بس في واحد حطته براسي. أي مين؟ زلمة مطلق جديد. شو قصدك وليه؟ ما حدا. ليك وليه؟ إذا بتجي صوب صالح بقتلك، فهمتي؟ ليش خصك فيه؟ ما أنتو طلقتو. لو اتطلقنا رح نرجع لبعض، شو فهمتي؟ طيب طيب روقي. يلا روحي فلي من هون، فلي. العمى شو هالوقحة؟ قلبي تقرب على جوزي، شو هالعالم هاي؟ اتجاب شو كذاب؟ والله العظيم عملت لك موال كبير. تذكرته. هي يلا. ايه كنت تضربيني من الاول على راسي. طب قلي المول. اسمعي عيونك يا انتصار، هاد الحجر الصوي بيقدح قدح، بحطن قبالي كل الليل وبسهر انا وعم بشرب قدح وقدح. قربي قربي خليكي حبتي، نكمل هالعمر مع بعض. انت بترقصي وانا عالراس بتبك، وبخلي حجر الصوان تحت اجري يقدح قدح. عجبك؟ شو؟ ايه بس هيدا انت كاتبه او سرقه من حدا؟ لا والله العظيم انا اللي كاتبه، طرقت قنينة عرق لطلع معي. انتصار تتجوزيني؟ بهالسرعة؟ ايه ايه. طيب قلي الموال التاني، بشوف اذا عجبني بقبل فيك. حبك يا انتصار قد ما الدجاجة بتحب البيض، حبك يا انتصار قد ما قرص الشنكليش بحب الزيت. حبك يا انتصار لو كنت خبز التنور او منقوشه بكلها بكتشي وحده مع كاسه شاي وحدا بيض. شو بيض؟ ايه شنكليش دجاج. انتصار زعتر يتطلب. شو بتفهم بالغزل؟ انتصار بعد في موال تالت بدي سمعك. ايه طب بس اسمعي انتصار. سامي انا بدي اياكي ما تخافي مني، انا بدي اياكي حدة طول العمر. عم تفهمي شي يعني؟ اسمعي كتير منيح شو رح اقلك. أنا رح صير الباشا. أي الباشا. وأنت رح تصيري مرته للباشا. بتعرفي شو يعني؟ يعني الناس كلها رح تضرب لنا سلام. وأنت هيدا اللي بهمك؟ تصير الباشا والعالم تضرب لك سلام؟ أي هيدا اللي بهمني. يعني العالم ما بتضرب لك سلام إلا لتصير الباشا؟ لا مش هيك قصدي. بس أكيد وقت أصير الباشا الناس تحترمني أكتر، بتخاف مني. طيب وبيك أمين؟ بيي خلص صار لازم يرتاح.
وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. وقت الظلم بيمحي الحب وبيزرع أسى، بيخلق كره بيعمل قلب الرقة بتنتسى. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن قلب الحبك ينسى أو يمكن يشتاق، أو لك رح من خوفه يقسى ويفضل الفراق. يمكن بكرة يمحي امبارح ويصح الأحلام، واللي كان امبارح جارح تجرحه الأيام. يمكن بكرة يمحي امبارح ويصح الأحلام، واللي كان امبارح جارح تجرحه الأيام. يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب حبك ينسى، يمكن قلب حبك ينسى.